الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد الخالق والأمين الطاهر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقبل علينا هذا العام شهر رمضان المبارك، وما إلينا تخلو من أحبة الأمهات حالت بيننا وبينهن قربان السجون في دولة تدعي العروبة تدعي الإسلام، تدفع المرأة ثمن تعبيرها عن رأيها وثمن وقوفها متوات في الساحات بحضور ملفت يطغى حضورها فتستهدف، يغير جسدها لكن لا يغيب صوتها، تبقى هنا معنا لتقوى كلمتها. وفي الحين الذي من المفترض أن تمارس المرأة حقها الطبيعي في الحياة كأم ومربية ومسؤولة أسرة لها أبناء يفتقدونها وتشل حياتهم دونها، حقها الطبيعي في الحياة ودورها الفاعل في المجتمع يزج بها في السجن بسبب آرائها السياسية ومقالبها المشروعة. اليوم نحن هنا جميعا نتخذ موقفا جادا لنوقف استهداف الحرائق، لنوقف اعتقال النساء واستهداف حراك المرأة الذي صنعت ربك له، ولتصنع الكلمة لا أم بك يصنع النصر. نتضامن معكن أيها الحرائق فخر الثورة وتاجها الحرية لكن، الحرية لريحانة الموسوي، الحرية لنفيسة العصفور، الحرية لزهرة الشيخ، الحرية لجليلة السيد، الحرية لطيبة درويش، الحرية لليلى القصير، الحرية لفاطمة المخلوق، الحرية لجميع الأسرى والأسيرات. والسلام عليكم ورحمة الله.